صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، من محافظة الإسماعيلية بنرحب بكم داخل سوق السمك الحضاري في محافظة الإسماعيلية، وبيشهد اليوم انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك المطروحة لأسماك القناة داخل السوق. هنشوف مع حضراتكم في جولة سريعة أسعار السمك اليوم وحجم الانخفاض في أسعار الأسماك داخل الأسواق. تمام الحمد لله. النهارده عندنا خيرات ربنا، عندي النهارده جواب صغير وعندي جواب كبير. ده الجواب سعره كام؟ من غير فلوس خالص، مفهوم السعر هم حاجه حلوه. ده النهارده تلات كل بالشاوي بتاع 120 سمك قليل، والكبير ده عامل 150. ايوه بشاوي برضه كام يعني؟ ايه يا حاج؟ ده عامل 200 يا حاج. ايه شو اللي انت عايزه يا عبد الله سعد؟ وده ايه الكل ده ب 80 جنيه النهارده. 80 جنيه يا حماده ده كده ب 80 استقبال. في كده بقول النهارده كده على 150، ده النهارده كده على 150، وده كده ب 130، وعندي خنشان النهارده كده عامله 400 جنيه. دي كده ايوه عامله 400 جنيه. دي عامله 400. وعندي بقى النهارده الفاكهه اللي عندي النهارده بتساوي، انا بتابع حلويات اللي هو ايه بقى؟ عندي لاشيتا. اللاشيتا دي النهارده بسم الله ما شاء الله كلها بطارد. عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، ده كده كله كده بطروح زي ما انت شايف. موسم اللاشيتا اللي هي البطروح بتاعها. ده الكافيار، ايوه اسمع، على الاخر كلها كده في الشهر التاسع زي ما انت شايف. بسم الله ما شاء الله. ده كده حلويات، فرع تيبا في سوق السمك عندنا النهارده هنا. شويه لاشيتا النهارده كلها بطارخ والله. واحده النهارده بسم الله ما شاء الله، فول تانك على الاخر. بطروح النهارده مرمل بتاعها. هو موسم كده موسم اللاشيتا حاليا بقاله بتاع شهر. هي ثلاث بطرخ. قدامها شهر بالظبط وقت ما بالظبط الفض بطرخه تهزل السمكيه. بس ايه معدل شهر؟ اه معدل اول تسعه خلاص كده. بسم الله ما شاء الله كده النهارده بالحبايه. وعندي لوت كده بسم الله ما شاء الله. السمك عامل ازاي قدامك؟ سمك فريش كله. ده النهارده كده عامل 160 جنيه. 160 حلو. ده النهارده ب 160. اللوت الاحجام النهارده اللوت اللوت من حدود طيب كيلو لغايه 2 كيلو. كيلو كيلو ربع. ده مزاد. ده مزاد. لوت الكلال النهارده مثلا بيبدا عندي مثلا معدل 180 جنيه، بس النهارده ما جاش. مش موجود. لا مش موجود. ده انا معمول تقول لي سمك المزارع موجود وما الكلال موجود، ده موجود. ده النهارده كده عامل 150 جنيه. 150 جنيه النهارده ده اللي حته معدل نص كيلو. نص كيلو. ده ب 150. الجمبري ده كده النهارده عامل 100. الاخضر الكبير ده النهارده ب 150 بالشاوي. ده ب 120 بالشاوي. وعندي بوري كبير ده ب 150 جنيه. وعندي كده سوبيا جميله بتاعتنا. دي السوبيا الجميله بتاعتنا اهي. دي ب 350 جنيه. دي ب 350. دي ب 450، دي متنضفه جاهزه. دي كان متنضفه جاهزه. وعندي الجمبري ده البلدي الجميل، ده النهارده عامل 300 جنيه. ده جمبري بلدي بالسلع النابلس كده، ده ب 300 جنيه. ده كده النهارده حلويات. وطازه الحمد لله رب العالمين، ما فيهاش الا طازه والله. ده بلدي ان شاء الله، اه مش مستورد. ده جمبري بلدي. جمبري بلدي ليه الشراشيب بتاعته. جمبري بلدي ليه الشراشيب زي ما انت شايف. بس هو الجمبري ده المستورد. ده المستورد. ده المستورد عامل 300 جنيه حجم كبير. ربنا يكبر عنك.
السمك بيشهد اليوم حاله من الاستقرار، طبعا بتكون بعد يوم الجمعه واللي بيقبل فيها عدد كبير من اهالي الاسماعيليه على شراء الاسماك، لذلك بيكون اليوم التالي ليها من يعني الايام اللي بتشهد استقرار وهدوء في حركه البيع داخل سوق السمك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح النهارده. بيصبح عليكم كلكم، بقول لكم كل سنه وانتم طيبين ويوم جميل ويوم مسكر ان شاء الله بامر الله. ويوم كله حلويات. كلمنا عن اسعار السمك المعروضه النهارده ايه؟ عندنا كل حاجه حلوه ومسكره. كل الاصناف موجوده معانا. عندنا لوك اطفال، تعالي كده بقى. ده ما شاء الله عليه صح زي ما انت شايفه كده، اكل الرمان لوحده كامل جدا. عندي لاشيتا، هنقول مع بعض بس. عندي لاشيتا او ميرا. السمكيه دي ممتازه ممتازه في الشوي. يعني خاصه ايه؟ ومن دول ده بطروح مش قبل كذا. السردينه والسردينيايه وما تستظهرش اجمل معايا. ما شاء الله عليه، بس السمك طالع له خطوط. سمك. قول لنا الاسعار كده وانت بتقول لنا السمك اللي شفته كام؟ احنا شفناه كده اهوت اللي هو كله كده ما شاء الله عليه، اكل الرمان زي ما انتم شايفين اللي هو بيعمل 180. تمام. البول حته نص كيلو وتعدي بيعمل 160. الجندوفلي ملكه الطواجن في الكوكب بتعمل 120. الجندوفلي ده قناه. السهليه من عيون عسليه، مش اي سهليه، دي بطعم البسبوسه. ما شاء الله مسكره ازاي؟ بالله عليك مسكر والله العظيم. حاجه ترضي الله. دي بتعمل 180 جنيه. دي واحده سمكيه اسمها هليل ابو حلقه ذهب او ذهبانه. الاكيله بس اللي يعرفوها، اللي هي حلقه ذهب علشان خاطر الحلقه الذهب اللي في الشهر دي بتبقى في هليل ابو حلقه ذهب، ده الهليل الاصلي غير الكبار. دي سمكه اسمها بوتيه، بس ما عنديش منها كتير، بس بنعرف الناس اللي ما تعرفش. ده البوتيه. ما شاء الله عليك. تعالي. الدنيس. صلى على الحبيب النبي. بص الدنيسيه ده، دي كيلو وربع. كيلو وربع للسمك. كيلو وربع سمكيه واحده، كيلو وربع خير بحراني. سمك ما شاء الله. سعره كام؟ ده بيعمل 400 جنيه عشان بتاع كلام. للبربوني والبربونيايه. وما ادراك ما البربونيايه. الحلويات اللي بزياده. بمعنى اصح واكل قشطه. ده بيعمل 200 جنيه. عندي جمبري ما شاء الله ما شاء الله، الحبه بالحبايه. ده 20 جمبريه بتاعته. ده بيعمل 380. الصوبيا والصوبيت وحمري له في الزيت وما تقولش لعدوك على اللي هيحصل في البيت، انها الصوبيا يا سامي. البلدي بتاعت الكنافه. ترضي الله. سحبها نص كيلو بتعمل 400 جنيه. بقسومات الكنافه. بقسومات الكنافه. دي ايه دي بقى؟ المكرونه. المكرونه والمكرونات. دي مكرونه سباكيتي مسكره. ارمشيها وكمونيها ولمونيها وانت بتاكليها تدعيها. كام؟ دي بتعمل 160. جمبري الفراوله البلدي بتاع الكناب اللي بيتاكل ني يا اهل البلد. جمبري فراوله، اذا مسكر، اذا حلويات، اذا مكسرات بالبندق. شايفين الاصفر ده؟ الاصفر ده بطروخ. طب ندي واحده فسفور كده على الصبح كده، ناخد واحده فسفوريه. بص بقى، تعالى 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 تعالى. بص بص بص، شايف ده؟ ده بطروخ. ده بطروخ. بص بص، حبل الرمله اهو طلع اهو. طلع حبل الرمله. بص قلب. اتفرج اوقات اتفرج اوقات. شايف البطوخ عامل ازاي؟ بنعمل ايه بقى؟ بنقول بسم الله. ده اللي بيتاكل ني بمعنى اصح. ده اللي بيشد العصب. بندق وبندقيه. انا اسف بس انا ابلع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده شبر حجم الشوك. 6 في الكيلو، 7 في الكيلو، 5 في الكيلو. سعره كام؟ ده بيعمل 70 جنيه. اللوتا برضه واللوتاي ده حجم اكبر شويه. طب نعرف ازاي المزارع من الكلام؟ شايف اللؤلؤ؟ باين ازاي؟ من عز السمكيه باينه لونها، وفي نفس الوقت ايه؟ حلويات يا بابا. ده الجمبري الازاز اللي كسر الازاز وشغل الهزاز وعمل حاجات ما شاء الله ما شاء الله مسكره. 15 جمبريه يطلعوا كيلو. انه الجمبري ده، الجمبري الحقيقي ده، الجمبري الازاز البلدي مش مستورد. مفيش جمبري مستورد. ما بلاش. ده بيعمل 650. عايزه تعملي ملوخيه؟ يجيب جمبري فراوله حجمه متوسط شويه.
حجمه متوسط شويه. ده هتعملي منه ملوخيه، عايز تعملي منه كفته، عايزه تعملي منه سندوتشات ما شاء الله مسكره. في برضو الهليلي، الهليلي والهليلية ضل 4 في الكيلو. ده سمك مسكر بشهاده الضمان ان يطلع محلو، مش يطلع حلو بس يطلع محلو. وطبعا انتوا عارفين ان الحلو دايما بنقول له حلو في عيونه. ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن. برضو نفس اللي اشوف السمكه دي مميزه قوي. الناس اللي عايزه تجربها لا تاكل منها مسكره، تقلي منها وتشوي منها، دي من دول تشوي منها عشان ما بترفع. انا مش ماسك واحده ولا اثنين، لا كله كده. ده حمل حمل مش حمل كاسه. وعندنا حاجه ثانيه ده جمبري بتاع الملوخيه لما يتقشر. بص اللي عامل ازاي ورا دي اطباق جمبري. سهلنا على ستات البيوت يعني دلوقتي كده، طبق الجمبري وتعملي شويه الملوخيه مش هتأثر معاكي في حاجه. وجمبري بلدي بيتقشر نضيف، شايفين ده؟ ده بطروخ مش رمل، ده بطروخ مش رمل، لان احنا في موسم الجمبري اللي من دول كل الجمبري مش عايز ابالغ اقول كله، ثلاث ارباع الجمبري كله مبطرخ. عندي الحجم ده وعندي الحجم الاكبر منه وعندي الحجم الاصغر منه. بعد كده انا اللي بعد كده قلت له كنت هتعمل مع حضراتكم في جوله سريعه داخل سوق السمك في محافظه الاسماعيليه. عايز بولت كبير، الناس اللي مصريين اخواتنا اللي بيحبوا السمكيه بالمتر مش بالكيلو، بيحبوا الشبار ما شاء الله، يبقى الشبار بالمتر. انا عايز متر شبار، مش عايز نص كيلو شبار، عايز متر شبار. عايز الشبارات الكبيره، عندي شبار لحد نص كيلو كيلو الا ربع، وبرده شبار بلدي زي ما انتم شايفين. هات منظر الفرخه كده، كل منظر بس يا عم اصبر علينا. شكرا ليك. مش رزق ده، رزق صاحبك. دي بقى رزق، البجع عرس، هو بيتمشى هنا. اهوت اللي اصلي بابا صاحب تجار السمك، صاحب السوق نفسه، ده صاحب السوق نفسه، بياكل من اي حد وبيعمل اي حاجه. شكرا. تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا في جوله سريعه اسعار الاسماك داخل سوق السمك الحضاري في محافظه الاسماعيليه، وبيشهد اليوم انخفاض ملحوظ في اسعار الاسماك في محافظه الاسماعيليه. شكرا لكم مشاهدينا ونشكركم على المتابعه.